نتحول إلى الشأن العراقي، حيث قال قائد عمليات الأنبار في العراق اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن القوات العراقية تمكنت من الدخول إلى مركز الرمادي بعد عبورها جسر البوفراجة الاستراتيجي شمال المدينة. وأضاف المحلاوي أن القوات العراقية اقتحمت مركز الرمادي من جميع المحاور، وأن اشتباكات عنيفة تدور مع تنظيم الدولة الإسلامية.